البداية مشاهدينا ومستمعينا بالأخبار الرياضية السريعة، حيث حدثت وزارة الرياضة البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، وجاء في مقدمة التحديثات التي أعلنتها الوزارة الالتزام بلبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس في المدرجات، والسماح فقط بدخول الجماهير المحصنين، مشيرة إلى أنه يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوية، ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد خال بين الأفراد. وشدد البروتوكول كذلك على تطبيق التباعد في أماكن الانتظار والمصليات والمطاعم بالملاعب، ومنع إدخال المأكولات والمشروبات للمدرجات من قبل الجماهير. أعلن نادي النصر السعودي تمديد عقد لاعب الفريق الأول عبد الله الخيبري لمدة 3 أعوام ليبقى حتى نهاية موسم 2024. وخاض لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما 13 مباراة مع الفريق في الدوري خلال الموسم الحالي. وانضم الخيبري إلى فريق النصر في يناير موسم 2018 قادما من الشباب لمدة موسمين ونصف الموسم، حيث تمكن بعد ذلك من حجز مقعد أساسي مع الفريق العاصمي خلال الفترة الماضية التي تعاقب فيها أكثر من مدرب على قيادة الفريق.